ماشيهم وعندهم السلاح. وهي بصي في العمليات الإرهابية والتفجيرية انت مش محتاجة ملايين عشان تنفذي عملية. طبعاً. انت لو شوية متفجرات ب 15-20 ألف جنيه هيدمروا لك حي. بس البعض بيقول كمان هم بيشتغلوا وفق معلومات, يعني هو مش بس عنده الإمكانيات اللي بيستخدمها في التفجير, لكن هو عنده خطط بيشتغل عليها, بيستهدف ايه في توقيتات محددة. اي حد من دول بيتم اعتقاله بتلاقي عنده لابتوب واثنين وثلاثة, عليه خرائط, عليه معلومات عن الاماكن المستهدفة. الانترنت قرب الدنيا, سهل المسائل. وفي حاجة غريبة جدا, مواقع الجهاد العالمي والقاعدة والارهاب كلها موجودة على الانترنت, والعالم كله عارف كده, ومع ذلك سايبينهم. ففي حاجة مش طبيعية. فالقصة هو عنده معلومات وعنده تواصل بالخارج, وربما بس عنده اوامر كمان بالتنفيذات. طبعا بص, كل العمليات الارهابية اللي بتتم في العالم, سواء في اليمن, سواء في الصومال, سواء في كينيا, سواء في مصر, بيكون في تنسيق مع جهة خارجية بتحدد له الميعاد وبتحدد له ازاي تبعد, وكل ده بيتم اعلان. زائد كمان ان في تليفونات سورية. تليفونات السورية هي بيستخدمها حبارة وغيره. حبارة ومحمد مرسي لما هرب من السجون. تليفون السورية تليفون مش خاضع لسيطرة البلد اللي هو لا, تليفون على القمر الصناعي. فيعني عندهم معلومات وعندهم وسائل اتصال وعندهم أسلحة موجودة وعندهم من ما زال يتضامن معهم. ولسه في بعض الأنفاق, لكن طبعا هو الأنفاق اتضربت بشكل كبير, لكن عندهم أنفاق بعضها. يعني بص حضرتك, هو أصل الأنفاق من كترها صعب إنك تخلص عليها في وقت محدد, في 6 شهور ولا في 8 شهور, خاصة ولا في سنة, إن هيفضل واحد يعني عبر سنوات طويلة جدا كان في أشكال متعددة للأنفاق, وما كانش في أي شكل من أشكال المراقبة عليها. مؤخرا أحد الأنفاق اللي عصروا عليه كان تحت السرير. تحت سرير, ممكن تلاقي نفق في طريق مفتوح كده قدامك, وفي نفق ورا شجرة, نفق ورا مكتوب كده محطوط وبتاع. وبالتالي الأنفاق انت قضيتي على عدد كبير قوي منها, وقضيتي على الانفاق الاستراتيجيه الكبيره اللي بتعدي منها عربيات وبتاع, لكن ما زالت هناك انفاق سهل المرور منها. وبالتالي انا مع ست اللي هو في قصه انه لابد من جعل منطقه الحدود بين مصر وغزه منطقه عازله, مش ال 500 متر بس, كبر ال 500 متر خليها 1000 متر. ما يبقاش فقط البيت اللي تكتشفي فيه نفق هو اللي تفجريه او تجريه, لا, يبقى في قرار انه الناس لازم تمشي وهنعوضها. فيش حاجه اسمها انك انت اللي موجود لازم تشكي فيه. واعتقد ان في انجاز كبير قوي, لكن القصة محتاجة شوية مجهود. طب انا لان الناس دي حافظة الاماكن دي وعارفاها وعندها يعني ممكن تبص تلاقي نفق مفتوح من شجرة من فوق, مش من تحت, لا, من شجرة من فوق. يعني بيتفننوا في خلق فتحات انفاق, وممكن النفق الواحد يبقى ماشي كده وله اكتر من اتجاه, اكتر من فتحة من اتجاه, عشان لو قفلت ده وده ممكن حتة تالتة وهكذا. طب على ما يعول الإخوان المسلمون في المرحلة الحالية يا ست اللو, يعني حضرتك شايفهم هم بيعولوا على إيه؟ السيكونس بتاع تحركاتهم هيمشي إزاي؟ بيعملوا على هدف انهيار الدولة, يا إما فيها يخفيها. فهو النهاردة كان فيها ومشي وتعزل, فبالتالي لابد أن تنهار الدولة. وبالتالي كل الفوضى اللي بيعملها هو الوصول إن الدولة تتوقف عن التنمية وبالتالي تنهار. فهو ده الهدف الإخوان المسلمين بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. هو بيعمل على انهيار الدولة, بس مع معطيات الأحداث الحالية في الشارع المصري, مش بس من الجهات المسؤولة ولكن من الشعب نفسه أو من الأفراد أو من المواطنين. التعويل ده في محله, أو هم لسه معتقدين إن هم فعلا هو بيعمل ممكن يحققوا هدفه؟ بيعمل كل ما يمكن, بيعمل كل الإمكان اللي ممكن يعمل. سيارات مفخخة بيشتغل, قنابل في أماكن غير معروفة بيحط, أوتوبيسات بيشتغل, بيكره الناس وبيدور, في النهاية الناس عليهم أكتر. النهاية ما يهموش الناس,
هو بيهمه ان هو يبقى عنده عامل فاعل في المجتمع، بيحس ان هو اداه فعاله في المجتمع، بيبتدي ينفذ اهداف التنظيم الدولي اللي هو انهيار الدوله. طب سيادة اللواء، يمكن هي امل يعني قصدها تقول لسيادتك يعني كتر الاعمال الارهابيه اولا بيخلق حاجات كتير جدا في الشارع، زياده الكره، يعني هي عايزه تقول لحضرتك يعني هل في نتيجه فعليه اللي هم بيعملوه؟ لا حاسين طبعا ان في نتيجه. طبعا هو لو في واحد عقل النهارده يقول ان الهدف النهارده لن يؤدي الى نتيجه، يعني احنا شايفين استحقاقات خارطه الطريق بتسير في الاتجاه الصحيح. طبعا الوضع طبيعي، لكن هو عنده حتى كمان الحس الشعبي تجاه الاخوان اصبح مرفوض بشكل كبير. الحضانه الشعبيه انتهت، لكن النهارده انا هو عنده هدف ان هو يعمل على انهيار الدوله تحت اي مسمى. لسه الهدف ده موجود يعني عنده هو طبعا هيحقق اي نتيجه؟ مكلف بانجازه. مكلف. مش هو تعليمات. هو بعيدا عن قناعته الشخصيه ما بيخلقش شيء، هو بينفذ شيء وكل اللي في الشارع بينفذه سواء ماجور او تحت ستار الدعوه، لكن هو رجل ماجور سواء تحت ستار الدعوه او تحت ستار المال السياسي المال الارهابي، فبالتالي كل ده بيتفاعل مع بعضه وصولا الى انه هدفه انهيار الدوله بصرف النظر عن قناعته. هو قناعته ان هو بيأدي دور، بيأدي وسيله وليس هدف، وبالتالي الاخوان المسلمين بيعملوا على هذا المنوال وهيستمروا فيه لمده طويله جدا، ولابد ان نتوقع لن ينتهي، لان هم قدرتهم على المواجهه النهارده ابتدت تتآكل، وبالتالي ابتدى يخش في مجالات اخرى اكثر ضررا للمواطن، لكن في نفس الوقت لن تحقق لي اي نتائج في المدى البعيد. لكن هو رجل موجه بيؤدي دور وليس له اي يعني تفكير، هو اداه في ايد التنظيم الدولي او تأييد القيادات بينفذ دور اللي هو بيعتقده من وجهه نظره ان استمرار هذه الاعمال تؤدي الى توقف التنميه والفوضى وبالتالي تنهار الدوله. ولكن هو ما بيفكرش، هو بيؤدي دور وهيستمر يؤديه النهارده وبكره، ولابد ان نضع في اعتبارنا ان احنا هنخش هنبتدي في هذه الدوامه لمده طويله، سواء عملنا حتى بعد انتخابات مجلس الشعب او الدستور او غيره، لكن هو هينفذ اهداف المجتمع التنظيم الدولي وهو اداه وليس عملية ان هو بينفذ طبعا لمقتنعاته، لا هو وسيلة لتنفيذ اهداف التنظيم الدولي. طيب احنا معانا تليفون يا فوزي. الحقيقة بينضم الينا السفير بركات الفرة، سفير فلسطين بالقاهرة. سيد سفير مساء الخير يا فندم. النور. اولا يعني موقف الحكومة الفلسطينية من اعتبار حماس اعترضت على قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية، الموقف الفلسطيني الرسمي في هذا الاتجاه ايه؟ اولا مساء الخير. مساء الخير على الجميع. اهلا بك. يعني اود ان اؤكد بان موقف دولة فلسطين هو ثابت ولا يتزعزع. نحن ضد التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة عربية شقيقة وبالأخص مصر. ثانيا أن القرار المصري باعتبار حركة الإخوان المسلمين حركة إرهابية، هذا قرار مصري وشأن مصري وسيادة مصرية خالصة، ليس من حق أحد كائن من كان أن مجرد أن يناقش هذا القرار. وبالتالي نحن بالتأكيد كدولة فلسطين مع القرار المصري، لأن يعني نحن علاقتنا مع مصر مع الدولة المصرية واضحة، هي علاقة قوية وأخوية وفي تشاور مستمر، وبنعتبر مصر هي مش بس مجرد الشقيقة الكبرى لنا، لا احنا بنعتبر مصر هي الداعم الأساسي والذي دائما نستأنس بها، وعندما تكون مصر قوية نشعر بالأمان. سيد سفير، ما كانش ليكم اي تعقيب على رد فعل حماس على هذا الامر؟ مرفوض، هذا مرفوض، هذا ليس من شأن حماس ان تقول هذا بالمطلق. هذا شأن، كما قلت لك نحن موقفنا ثابت، وموقف حماس هذا ان دلش على شيء يدل على انها ما زالت مرتبكه وغير قادره ان تتبين موقفا صحيحا سليما، لأنه ما شأن حماس أن تعترض على مثل هذا القرار؟ ما شأنها؟ حماس
للعلم أنها لا تمثل إلا قلة قليلة من الشعب الفلسطيني، ولا تمثل بأي حال من أحوال الشعب الفلسطيني. الذي يمثل الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التي يرأسها الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن، ودولة فلسطين التي أيضا يرأسها الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن. بالتالي حماس تقول ما تشاء، هي لا تمثل الشعب الفلسطيني بالمطلق، هي لا تمثل جزء صغير جدا لا يتجاوز 1% من عدد سكان فلسطين البالغ 12 مليون. تمام؟ وبالتالي ليس من حق حماس أن تقول هذا، ونحن نقول لها كفي عن مثل هذا التدخل الذي يسيء للعلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، والذي يضر بمصالحنا الفلسطينية. عليها أن تكف عن مثل هذه التصريحات وهذه المواقف التي لا طائل من وراءها. أشكرك جدا السيد سفير بركات الفرة، سفير الفلسطيني بالقاهرة، شكرا جزيلا. بنرجع مع حضراتكم مشاهدين الكرام لاستكمال هذا الحوار، ويعني أستاذ أشرف يمكن في ضوء ما ذكره سيادة اللواء حول وجود الكثير من مخازن السلاح، وجود بعض الأنفاق ما زالت موجودة على أرض الواقع، بنتابع الدور الكبير اللي بتقوم به القوات المسلحة في سيناء، وأيضا اللي بتقوم به أجهزة المعلومات المتعلقة بوزارة الداخلية بشكل أو بآخر، في ضوء أن في اتجاهات لمزيد من أعمال العنف، ما هو المطلوب من أجهزة الدولة والمواطنين في هذا التوقيت مع تزايد هذه الأعمال؟ يعني بص، هو احنا في فترة العنف متوقع يزيد فيها. ليه؟ عندك مسألة الاستحقاق المهم قوي، هو الاستفتاء. الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى مش عايزيننا نوصل للمرحلة دي. لأن انت لما هتعمل استفتاء هتعمل استفتاء تحت رقابة دولية. وعندما يكون استفتاء صحيح والعالم يعترف به، معنى هذا أن الدستور الذي أعد في عهد الإخوان انتهى. معنى هذا أن الكلام عن مجلس الشعب أو مجلس الشورى الإخواني أو شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي انتهى. كل الأمور دي محدش معنى كده أنك هتبدأ بداية جديدة. هو مش عايزك يوصل للمرحلة دي، فهتلاقي فيه تصاعد في العنف، والعنف قد يمتد للمدنيين في الفترة المقبلة. وأنا يعني خليني أكون منصف، ممكن أقول لك العنف ده ممكن ما يكونش وراء الإخوان، لكن الإخوان من خلال المناخ اللي أوجدوه، من خلال يعني الترويج لأن دي حرب دينية وليست مثلا صراع سياسي أو مشكلة سياسية، عملوا غطى للجماعات الشديدة التطرف انها تعمل ضد المجتمع، بحجة ان من يحرك المجتمع هم العلمانيين وهم الاقباط، وان ما يحدث هي حرب ضد الاسلام والمسلمين، وبالتالي يتحملوا المسؤولية. إذن فالمطلوب الان هو تكاتف يعني غير مسبوق بين الشعب المدنيين وبين القوات